سيد الرئيس ما تقاطعنيش، راني عامر، راني عامر. كل الوزارة ما يصرفوش بالسوق، مصروفهم خالص، ما دارناش للتصاوير، ويسمحوا لي رانا شابعين غير تصاور، ما نديروا والو. 7 شهور ولا 8 شهور ما نديروا والو، شبعنا غير تصاور. عيب، عار، تبهديل. الحكومة تدافع على روحها، شكون اللي دافع للشعب؟ اغلب الكراسي فارغة، عيب وعار. هذا السادة اخواتي اخواني النواب الحاضرين والغائبين والذين في المنازل، وهذا عيب، عيب علينا. السادة النواب نخاطبهم هما الوالا قبل ما نخاطب الحكومة. احنا نمثلوا الشعب يا نواب. الحكومة تدافع على روحها، شكون اللي دافع للشعب؟ اغلب الكراسي فارغة، عيب وعار. نعرف اللي كان الناس ما ترشق لهمش على هذه الهضره. نمر لنقطه اخرى، الله يرحم الوالدين سيد الرئيس ما تقاطعنيش، راني عامر، راني عامر. سيد وزير الفلاحه تنصبت في لو موان نوفمبر، وخرج شوف المواله، بات معاهم غير ليله في الخيمه، غير ليله وحده. روح للنعامه، روح للعريشه، روح للتلمسان، روح للجلفه، روح بارتو في عبر القطر الوطني. الناس راه تعاني، المواله راه نعجه تاكل نعجه. عاونوا المواله، نولي للفلاحة. البطاطا راها دير زريعة من 1,650,000 ل 3,200,000. لانكري تاع عنابة راه يدير 1,300,000، وتقولي البطاطا في السوق دير 1000 فرق. والله ما ديرها البطاطا، اليوم دارت 15,000. لأن علاه؟ كل الوزراء ما يصرفوش بالسوق، مصروفهم خالص. ما كانش اللي راه يشوف هذا الشعب. أو وقفوا مع المواطنين يا إخوان، أو وقفوا معاهم. لازم نشوفوا من هذا المنبر، نقول للسيد رئيس الجمهورية، الوزير اللي فاشل قول له ربي يسهل عليك. نولي للسيد وزير التجارة اللي هو غايب حاضر، الزيت في تلمسان ما كانش. راني نقول لك الزيت في تلمسان ما موجودش. راه حنا باش نديو بيدو زيت نستناو 15 يوم. يعيطوا لي اخوان من تلمسان وبالضبط من مغنية، يقولوا لي يا نايب إلا راك جاي جبنا معك ربع بوادة ولا خمسة تاع الزيت. عيب، عار، تبهديل. في بلاد المليون ونصف شهيد، يا إخوان نقول السيد وزير التجارة، رجلا إلى ما راكش قادر فللكعبة رب يحميها، روح تروح. رجلا إلى ما راكش قادر روح تروح. خلي الشعب وخلي المواطنين يعيشوا عيشتهم. سبحان الله العلي العظيم. وزير الفلاحة ما يخرج، وزير التجارة ما يخرج، الأسعار غير زايدة. وين احنا غاديين؟ وين احنا غاديين؟ مقبلين على شهر رمضان، في شهر رمضان المواطن ياكل اللوبيا والعدس والحمص، رغم السيدي الوزير احنا خرجنا على الموضوع. قال له الوجع في الكعبة وكيف الراس. وين احنا غاديين؟ جايبها لي ضرب. ما كنا احنا كنواب، ما كانت حكومة، مشاو ربعة تاع رؤساء الحكومة، وين احنا غاديين؟ يا إخوان المواطنين سمعونا يا إخوان يا النواب. المواطنين راهم يستناونا ندافعوا عليهم، ورئيس الجمهورية باش ندار انتخابات مسبقة للمجلس الشعبي الوطني. ما دارناش للتصاوير، ويسمحوا لي رانا شابعين غير تصاور، ما نديروا والو. 7 شهور ولا 8 شهور ما نديروا والو، شبعنا غير تصاوير. لحد الآن ما كان والو. كنت هضرت على الأسمدة، نطلب من السيد رئيس الجمهورية على الأقل الأسمدة اللي صنع وطني يخفضوا للفلاحة، خفضوا لهم. الفلاح راه يعاني، الفلاح راه يسوفري، الفلاح راه مريض. نولي للمنطقة اللي جيت منها، منطقة مغنية والغزاوات وباب العسة ومرسى بن مهيدي والزوية وفلة وسد وغير ذلك من المناطق. سيدي الوزير يظهر لي الجمارك 70 لكليك، أقلع علينا الباسافو تاع ترونساكي يرحم الوالد، ما راه يفوت والو في الحدادة، ما راه يفوت لا ترابندو، لا بقرة، لا نعشة، لا زيت، لا دقيق، لا حتى حاجة. راكم بمعنى كحمة الوالدين، اتقوا الله فينا. راه ما كانش بيدو زيت في مغنية. حتى قانون المضاربة، قانون المضاربة جا بنوع اللي ينفذوه في الديران، جماعة التجارة راهم يحقروا به. خافوا الله، خوفت التجار، خوفت الفلاحة، خوفت الجميع. شكون اللي يجي يقول لك انا نجيب 10 بوادات زيت تعطوني 30 عام حبس؟ الفلاح ولا يخاف يدي البطاطا تاعه للستوك، يخاف يقول لك عطوني 30 عام حبس. يا اخوان لازم نضرب من الباب الواسع للامور اللي راح تهم المواطن. وزير الموارد المائيه جيت في زياره في نوفمبر وقلت دي صال متاع سوق الثلاثه راه غادي تقلع ب 25,000 متر مكعب، راه ما تنتجش صفر، راح تنتج ما تنتج والو. كلامك ريح في الشبك، كلامك ريح في الشبك. والمنطقة عندنا راه تعاني من الجفاف، راه كل منطقة عندنا حوالي 6 ولا 7 دوائر تشرب كل شيء من سد حمام بغرارة، والسد ما كانش الأمطار، احنا في الجفاف.
السد كان يدير 177 وراه ربما في حوالي 88 مليون. لهذا يا اخوان وزير التضامن ولا وزارة التضامن كان جمعت على داس أتعطيهم 3 سنين وزيهم 3 سنين وقبضتهم الطريق اللي راهم غدروا خدامين يستافدوا من سواديزون من المليون و 300 اللي طاح لهم الرئيس واللي مشاو كلهم أرامل ومساكن. نطلب من الحكومة تشوف فيهم خافوا الله فيه. والله دعاويهم يلحقوكم والله دعاويهم هيا نزيدوك 30 ثانية حق الزعفران سيدي هيا نزيدوك 30 هيا صديقي ويبن عمي ما قصدتكش أنت أنا خدرت قصدت روحي قلت ماناش في المستوى المطلوب ماناش في المستوى المطلوب ماناش في المستوى المطلوب ماناش في المستوى المطلوب تاع المواطنين والمواطنات وما ندير لا الشعبوية ولا هم يحسنون وأنت الدليل على هذا راك في المستوى المطلوب أنك راك هنا موجود بزاف إخوة ما راهمش موجودين المشهور الخلود لشهدائنا الأبرار والله وينوضوا غير دخلونا الحبس كل السلام عليكم. شكرا السيد النائب رحمة الوالدين اتقوا الله فينا راه ما كانش بيدوسيت في مغنية حتى قانون المضاربة قانون المضاربة جاب نوع اللي ينفذوه في الديران جماعة التجارة راهم يحقروا به خافوا الله خوفت التجار خوفت الفلاحة خوفت الجميع شكون اللي يجي يقول لك انا نجيب 10 بوادازي تعطوني 30 عام حبس الفلاح ولا يخاف يدي البطاطا تاعه للستوك يخاف يقول لك عطوني 30 عام حبس يا اخوان لازم نضرب من الباب الواسع للامور اللي راح تهم المواطن. وزير الموارد المائيه جيت في زياره في نوفمبر وقلت دي صال متاع سوق الثلاثة راه غادي يتقلع ب 25000 متر مكعب راه ما تنتجش صفر راه تنتج ما تنتجش والو كلامك ريح في الشبك كلامك ريح في الشبك والمنطقه عندنا راه تعاني من الجفاف راه كل منطقه عندنا حوالي 6 ولا 7 دوائر تشرب كل شيء بسد حمام بغراره والسد ما كانش الامطار احنا في الجفاف السد كان يدير 177 وراه ربما في حوالي 88 مليون. لهذا يا اخوان وزير التضامن ولا وزاره التضامن كان جمعت على داس اتعطيهم 3 سنين وزيهم 3 سنين وقبضتهم الطريق اللي راهم غدروا خدامين يستافدوا من سواديزون من المليون و 300 اللي طاح لهم الرئيس واللي مشاو كلهم ارامل ومساكن. نطلب من الحكومه تشوف فيهم خافوا الله فيه. والله دعاويهم يلحقوكم والله دعاويهم هيا نزيدوك 30 ثانية حق الزعفران سيدي هيا نزيدوك 30 هيا صديقي ويبن عمي ما قصدتكش أنت أنا خدرت قصدت روحي قلت ماناش في المستوى المطلوب ماناش في المستوى المطلوب ماناش في المستوى المطلوب ماناش في المستوى المطلوب تاع المواطنين والمواطنات وما ندير لا الشعبوية ولا هم يحسنون وأنت الدليل على هذا راك في المستوى المطلوب أنك راك هنا موجود بزاف إخوة ما راهمش موجودين المشهور الخلود لشهدائنا الأبرار والله وينوضوا غير دخلونا الحبس كل السلام عليكم. شكرا السيد النائب